السلام عليكم لن تصدق كيف وجد مواطنون سكناتهم الاجتماعية بعد تسليمهم اياها في ولاية المديه وصدمة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاهدة الصور والفيديوهات تابع الفيديو للاخير ولا تنسى الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد تفاجئ المواطنون في ولاية المديه بحالة سكناتهم الاجتماعية بعد استلامها في إحدى المواقع الاجتماعية ولعل ما لفت انتباه الكثيرين منهم هو المدخل الرئيسي لهذه الشقق أين كانت متقاربة من بعضها البعض لدرجة كبيرة جدا وبصورة كارثية وتساءل ناشطون كيف لسلطات أن وافقت على هذه المهزلة المعمارية وطالبوا بفتح تحقيق ومحاسبة المهندسين والذين أشرفوا على هذا المشروع